تنفرد تركيا ببعض العادات والتقاليد في شهر رمضان المبارك عن سواها من الدول الإسلامية، فشهر رمضان مميز جداً لدى الأتراك الذين يطلقون عليه اسم سلطان الشهور. فقد قمنا باستكمال الحوار عن الطقوس والعادات لشهر رمضان والأطباق التركية خلال شهر رمضان من خلال لقاء مع السيدة أيشن هانم، زوجة سعادة سفير دولة تركيا بالقاهرة. لقاءنا يكون مع زوجة سعادة السفير دولة تركيا بالقاهرة السيد صالح موتلو وهي السيدة أيشان، والحقيقة هنتكلم عن عادات وتقاليد الشعب التركي، وهنتكلم أيضا عن أهم ما يخص المطبخ في شهر رمضان الكريم. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بك. أهم ما يميز شهر رمضان الكريم في تركيا؟ köklü tarihimiz Osmanlı'dan gelen geleneklerimizi hala Ramazan'da devam ettirmeye çalışıyoruz. Çok zengin bir kültürümüz var Osmanlı'dan gelen. عندنا عادات متعددة التي انبثقت من عاداتنا من العهد العثماني، فنحن نعيد هذه العادات ونحييها مرة أخرى، وخصوصا في شهر رمضان، وثقافتنا تكون واضحة جدا في هذه الفترة، تزور العائلات بعضها البعض وتتجمع في السفرة في رمضان، ونحن نعيش رمضان مبهج وسعيد مع بعضنا البعض. geleneklerimizi yansıtmaya çalışıyoruz, devam ettirmeye çalışıyoruz. بالنسبة لوجود حضرتك في مصر وإن حضرتك قضيتي شهر رمضان العام الماضي، يعني انطباعك عن شهر رمضان في مصر؟ benim burada ikinci Ramazan'ım olacak Allah izin verirse. geçen yıl Ramazan ayını Mısır'da geçirdik. hiçbir fark yoktu kendimi evimizde gibi. بالنسبة لي فإن هذا سيكون رمضان الثاني لي في مصر. لقد أنضيت رمضان الماضي في مصر ولا أشعر بفرق بين رمضان في مصر وفي تركيا. إنني هنا أشعر أنني في بيتي. الجميع هنا سعيد ويشتاق لانتظار شهر رمضان، وأنا أيضا أشعر بذلك. في مصر يلتقي الأصدقاء والأقارب ويتحدثون بكل محبة، فإن رمضان في مصر غاية في الجمال وأنتظر بشوق ولا أفرقه عن رمضان في تركيا. الأشخاص هنا محبون، يحبون بعضهم البعض ويشعرون بينهم بعض بحميمية وصدق، وأيضا تعاملهم معنا يشعرنا بهذا الشعور. فأنني أمضي أيام جميلة في مصر وأيام لن أنساها أبدا ولا أجدها مختلفة في جمالها عن تركيا. رمضان da aynı şekilde iftarlarda hep beraber son derece keyifli, güzel, unutamayacağım anılarla döneceğim burada. ندخل المطبخ التركي ونتعرف على أهم بقى الحاجات اللي موجودة في المطبخ التركي، ويمكن عندنا عادات وتقاليد كتيرة جدا وطعام كتير جدا زي القهوة التركي وطعام كتير جدا، يعني الأصول من تركيا. biz Mısırlarla kuzeniz. نحن والشعب المصري ليس بيننا أي فروق، فنحن نعتبر أقارب، أولاد عم أو حتى مثل الأخوة، ونحن قريبين من بعضنا البعض. اندمج المطبخ التركي والمطبخ المصري مع بعضهم البعض وتشابه. هناك بعض الفروق البسيطة التي تختلف من منطقة إلى أخرى، بعض التفاصيل البسيطة فقط، ولكنها في المجمل تتشابه بشكل كبير مع تركيا. فأنا لم أستغرب الطعام المصري أبدا ولا أشعر بالغربة في هذه النقطة، ونحن في رمضان نفعل نفس العادات والتقاليد بشكل قريب جدا. رمضان da aynı şekilde aynı şeyleri yaptıklarını gördüm. ويعتاد الأتراك في شهر رمضان أن يبدأوا إفطارهم بتناول التمر أو الزيتون، فيما يبقى طبق الشوربة الساخنة من الأطعمة الأساسية في المائدة التركية. يمتلك المطبخ التركي الكثير من أنواع الحلويات التركية، ولكن تبقى البقلاوة والكنافة حاضرة دوماً، يقدمونها إلى جانب كأس من الشاي الذي يعتبر المشروب التركي الأول بلا منازع.
بالنسبة لي يعني استقبال شهر رمضان والفطار. الفطار نعم. أهم الطعام اللي بيكون موجود والمشروبات المشهورة في تركيا مثلاً على وجبة الفطار مثلاً، أو بنبدأ الفطار إزاي؟ Şimdi size evet biraz Türkiye'deki Ramazan sofralarımızdan bahsedeyim. Önce daha önce de söylediğim gibi çok büyük bir heyecanla karşılarız Ramazan'ı. Haftalar öncesinden hazırlığa başlarız, alışverişlerimizi yaparız, evlerimizi düzenleriz. Ramazan sofralarımız çok özeldir. الآن سأتكلم عن سفرة رمضان في تركيا. كما قلت منذ قليل، نحن نحب رمضان وننتظره بكل شوق وبكل فرحة. ننظف بيوتنا، نتسوق ونضع أفضل أطقم الأطعمة من أجل تقديمها للضيوف وللأقارب. ننظم السفرة ونعيش هذه الروح الطيبة الجميلة. في رمضان يوجد خبز مخصوص يتم خبزه في تركيا، وهو يسمى رمضان بيداسي أو البيدا، خبز البيدا. هو يتم خبزه في رمضان فقط كل عام. هذا الخبز هو الذي نستفتح به الإفطار. إلى جانب الخبز نضع بعض الجبنة والزيتون وبعض الأكلات الخفيفة نستفتح بها إفطارنا، وبعد ذلك نبدأ أن نحتسي الشوربة، ثم بعد ذلك بعض الأطعمة الساخنة، كباب، أرز، أنواع مختلفة من الأرز نقوم بطبخها وطهيها في رمضان، وننهي وجبة الإفطار بالحلوى والشربات أو العصائر المختلفة. بعض الحلوى مثل حلوى الهاكاني، حلوى الرواني، الشربات يوجد أنواع مختلفة من الشربات مثل الشربات العثماني، شربات الورد، الكركديه. فهذه الأشياء لا يمكن أبدا التخلي عنها في مائدة الإفطار في رمضان. نحن في رمضان نستقبل الضيوف، نجلس مع الأسر والضيوف والعائلة ونتحدث ونعيش جمال هذه اللحظة. رمضان çok özeniriz. Mutfağımıza çok özeniriz. Masalarımıza çok özeniriz. Her şeyin çeşit çeşit en güzel olmasını sağlarız. Konuklarımızı böyle ağırlamayı çok severiz. Hep beraber, tüm aile bireyleriyle, büyüklerimizle, çocuklarımızla. Herkes bu ruhu yaşar Ramazan'da. هل يعني بتقام المائدة على التراث العثماني وطريقة التقديم بتقدم بشكل العثماني وملابس الزي العثماني؟ daha çok dışarıda restoranlarda butik restoranlarda daha بالنسبة للمأدبة العثمانية بالطرز العثماني فهناك بعض المطاعم بطرز البوتيك. في الخارج بيضعوا ديكور عثماني وبيقوموا بتحضير الطعام وتقديمه بالشكل العثماني التقليدي، ولكن في البيوت نحن نهتم أكثر بالطعام نفسه، بشكل الطعام نفسه أنه يكون شبه العثماني أو التقليدي العثماني. ترتيب المائدة ووضع الإكسسوارات القديمة العثمانية بطرز العثماني والقناديل أو الفوانيس الصغيرة على المائدة. بالنسبة للملابس في شهر رمضان، هل مثلا بيكون في زي معين خاص بشهر رمضان كجلباب أو أيا كان لشهر رمضان مخصص؟ öyle yani Ramazan için özel giydiğimiz kıyafetimiz yok. بالنسبة للملابس فلا يوجد ملبس معين نقوم بارتدائه في رمضان. نفس الملبس الذي نرتديه في الأيام العادية، مثلا لنرتدي الجلباب أو هذه الملابس الواسعة، ولكن طبعا بيكون الملابس في رمضان لها شكل مختلف برضو أيضا. نضع ولكن نهتم بالجو أجواء الرمضانية وبالأطعمة في رمضان. إذا كانت هناك حفلة أو مراسم رسمية طبعا سيكون هناك بعض الملابس المختلفة، يعني بعض الأوقات ارتدي القفطان أو ملابس المناسبة للمناسبة، أو في مكان بوتيك مثلا يوجد به فعالية أيضا بشكل رسمي، لكن غير ذلك فنحن نرتدي ملابسنا العادية. القهوة التركي طبعا من الحاجات
كلنا طبعا عندنا في مصر بنحبها جدا. وفي رمضان بيكون عندنا مشروبات مخصصة في رمضان زي قمر الدين، الكركديه، كلنا موجود في تركيا على مثلا الفطار. بالطبع عندنا ايضا في تركيا نشرب الكركديه، احنا نحبه كثيرا. هناك ايضا مشروبات اخرى ونحن يعني اكثر المشروبات التي نحبها هو شربات شربتي çok popüler bizde. Hindibabur da var mıdır bilmiyorum. Mühim. Gül şerbeti çok yapılır. Rose şerbeti. في مصر هنا عندنا السحور بيكون فول، زبادي، جبنة. في تركيا بيكون عبارة عن إيه؟ Biz de sahuru daha hafif yiyoruz. İftarı daha ağır. Yemeklerimiz iftar sofrasında daha kalabalık, daha çok, daha zengin. Sahurda daha hafif. Sahuru daha kahvaltı gibi yapıyoruz. وجبة السحور في تركيا هي مختلفة، هي خفيفة أكتر. يعني نحن في السحور في تركيا نتناول أطعمة خفيفة جدا تشبه مائدة الإفطار التركي، أطعمة خفيفة مثل نسلق البيض، نضع يعني ممكن أقصى شيء نأكل البوريك التركي وإلى جانبه الشاي، ولكن الإفطار عندنا هو الوجبة الأكثر ثقلا في اليوم. يعني نحن في نبدأ في البداية بالشوربة الساخنة، ثم بعد ذلك نتناول الطعام الرئيسي والأرز المختلف، وبعد ذلك الحلوى، ثم القهوة، ثم الشاي. فترة طويلة من الأطعمة المتتالية. مع الأسف فهذه الوجبات طبعا تكون أثقل بكثير، فنحن عندنا الإفطار أثقل من السحور. السحور يشبه وجبة الإفطار، وجبة خفيفة جدا نستعد بها إلى الصيام. يتميز شهر رمضان الكريم في اسطنبول بأجواء رمضانية روحانية رائعة وساحرة، وذلك لأنها تضم عددا من المساجد الجميلة التي تحتفل بهذا الشهر عبر لافتات ضوئية مصنوعة من أسلاك ممدودة بين المآذن يكتب عليها رسائل ترحيب بشهر رمضان. بالنسبة لاستعدادات رمضان في تركيا، إيه اللي متشابه مع استعدادات مصر لرمضان؟ يعني إيه اللي بتشوفيه إنه في نوع من التشابه؟ Çok benziyor. Yani marketlerde, dışarıda, her tarafta bir Ramazan hazırlığı var. Tıpkı Türkiye'de de aynısı. Hiçbir farkı yok. Dolayısıyla ben de burada o ruhu بالنسبة لي فأنا أرى هذه السعادة والفرحة في وجوه المصريين وهم يستقبلون شهر رمضان الكريم. أرى المحال والسوبر ماركت وكل الأماكن في مصر تستقبل رمضان وتقوم برفع الزينة. الآن بدأت أن أرى المفروشات الرمضانية بالزينة الرمضانية بدأت أن تظهر، وعندما أرى هذه الأشياء وأرى هذه الفرحة أشعر أنا أيضا بفرحة شديدة، ولا أشعر بأي فرق عن تواجدي في تركيا. بالعكس فإنني أشبهها بالوضع في تركيا وأشعر بهذه الفرحة وأنتظر رمضان بكل شغف وشوق. أكثر حاجة عجبتها في مصر في زيارتها لمصر كانت إيه؟ مصر çok büyük bir antik çağ var bir kere. Yani o kültürel mirası çok zengin. Kendimi hiç yabancı hissetmedim Mısır'a geldiğimde. Çok seviyorum de nedenini bilmiyorum ama büyük bir sevgi duyuyorum. بالطبع مصر لها حضارة قديمة وذات جذور عميقة جدا وثقافة رائعة الجمال. أنا لا أشعر في مصر بأي غربة، وهذا الطرف من الموضوع أحبه جدا. أحب مصر ولا أعرف السبب، لكن ولدت محبتها في قلبي. نهر النيل جميل جدا أحبه. رأيت يعني بعض المدن في مصر مثل الأقصر وأسوان، الغردقة، الإسكندرية، العالمين. هي بلد غنية تاريخيا، كل مكان في مصر له أثر تاريخي. الناس أشعر معهم دائما بالدفء،
أشعر أنني في بيتي ولا أشعر بأي غربة. بالطبع أشتاق إلى بلادي، هذا شيء طبيعي، ولكني أشعر أيضا بالسعادة لوجودي هنا، أشتاق إليها ولكنني لا أشعر بأي غربة. فأنا أحب مصر ولم أستصعب أبدا تواجدي فيها. تعلمت عربي؟ تعلمت عربي؟ ليدل ليدل. زي ايه؟ شوية 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 شوية، ما في مشكلة. ما فيش مشكلة. ما فيش مشكلة. هي يعني شايفة المرأة المصرية في ايه من نوع من التشابه ما بينها وما بين المرأة التركية؟ Hiçbir fark yok. Çok hiçbir fark yok. وجدت المرأة المصرية قوية، ثابتة على أقدامها، تعمل، شخصيتها قوية ونشطة. ونحن كما قلت سابقا، نحن كالأقارب، نحن أولاد عم. لي أصدقاء كثيرا في مصر، وأنني أرى أنهم سيدات أقوياء جدا، فلهذا لا أرى أي وجه فرق بين المرأة المصرية والمرأة التركية، فهم متشابهون في كثير من الأوجه. عايشان هانم، معنى عايشان؟ عايشان mutlu kadın demek. Güzel yüzlü mutlu kadın. اسمي عايشان. شان يعني المرأة السعيدة. عايشة. وجدتي كان اسمها عايشة. doğduğum zaman babam da والدي أراد أن يسميه اسمه ويجعل فيه اختلاف بسيط، فبدل عايشة أصبح عايشة. Aisha. Yes, grandmother Aisha. My name is Ayşen. Ayşen. En putut. رسالتها ل يعني مصر ولأهل يعني مصر، ورسالتها لتركيا بتقول لهم ايه في شهر رمضان الكريم؟ tüm Mısırlı yaklaşan Ramazan neredeyse geldi artık. Tüm Mısır dostlarımıza, arkadaşlarımıza, çocuklara, büyüklerimize, hep herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum. Sağlıkla, huzurla, mutlulukla. Allah Ramazan'a bayramını erdirmeyi nasip etsin. İnşallah oruçlarımızı güzel güzel tutalım. أتمنى من الله أن يبلغنا رمضان وأن نصومه بكل صحة وعافية. Herkese sevgilerimi iletiyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Ramazan kerim. Ramazan kerim. جسور يجمعنا ورمضان كريم.